السلام عليكم. ان شاء الله راح نبلش بشرح جزء جديد واللي هو عباره عن البولتد كونكشن. البولتد كونكشن هو موضوع بسيط ومهم، واحنا مثل ما بنعرف انه بشكل عام اخطر فايلر بالحياه عاده هو الفايلر بالكونكشن. الفايلر بالكونكشن فهو خطر مهم. هسه الكونكشن نوعين، في عندي بولتد وفي عندي ويلدد. في هذا المساق يعني او احنا راح ندرس البولتد فقط، راح ندرس البولتد فقط عشان هيك بدنا ندرس اكثر من شغله. اول شغله لازم ندرس التايب اوف بولتس، شو انواع البولتس، شو انواع البراغي. انواع البولتس هي اكثر من نوع. في عندي الاوردينري بولت، اوردينري بولتس، واللي عاده بسموها انفينيشد بولت. هسه عاده هاي بيكون نسبه الكربون فيها قليله، نسبه الكربون فيها قليله، وعاده الاف واي في 55 كي اس اي، والافيو 74 كي اس اي. طبعا وين هذا الحكي؟ التنسايل. طبعا احنا كان تنسايل بروبرتي، تنسايل بروبرتي عاده بيكون هو عباره عن مربع، يعني راسه مربع او هيكساجونال. طيب هسه بالعاده بنستعمله باللايت ستراكشر، باللايت ستراكشر يعني الستراكشر عليه احمال قليله، يعني زي التراسيس أو بيرلينز وبريسينج والآخرين. طيب في النوع الثاني، في عندي التيرند بولتس. التيرند بولتس هي عبارة عن براغي بتكون مقاومتها أكثر من البولت العادية، أكثر من البولت العادية. برضو فيها هيكساجونال، راسها هيكساجونال. طيب في النوع الثالث الريبد بولت. الريبد بولت عادة يعني بيكون القطر الخارجي لها أكبر من الهول ديميتر، يعني احنا مش بنحفر بس، هاي الهولز، هاي ايش؟ دي هولز. أما هي أصلا برغي تبعها أكبر من الهاي، هاي ايش هي؟ الريبد بولت. وآخر نوع في عندي الهاي سترينث بولت. الهاي سترينث طبعا الهاي سترينث بولت هي مهمة جدا. الهاي سترينث بولت عادة من فوائدها انها مقاومتها عالية للتنسايل والفتيق، بتحتاج عمال اقل او عمالة اقل، يعني تكلفتها اقل كمان. عادة هذول بيكون مسمياتهم هم اللي احنا راح ندرسهم غالبا، يعني هذا بيكون له اسم A307 مثلا، هذا بتلاقي له اسم A390 او A300 او 400، A325 و A490 او 449، بيكون هذا له علاقة بالهيت والحرارة. طيب فهذول هم. هسا هذا الاشي يعني الاساس لانواع البولت، راح نركز احنا على الهاي سترينث بولتس. طيب النوع الثاني بندرس انواع الهولز، تايب اوف هولز. التايب اوف هولز، تايب اوف هولز عادة هي لها سيركولر شيب، بكون لها سيركولر شيب اذا كان عندي النوع ستاندرد سايز هولز. ستاندرد سايز هولز، طيب ستاندرد سايز هولز بتكون عبارة عن الهولز عندنا هي بشكل دائري، والديميتر للهولز هذا دي هولز بيساوي الديميتر البار زائد 1/16. هسه هي ما رح ناخذها 1/16، احنا متعاملنا معها سابقا هي زائد 1/8. ليش؟ انه احنا بنزيد كمان 1/16 عشان ان الحفر والى اخره، عشان نعمل دريل يعني. فبالتالي هي عاده الستاندرد هولز رح نجمع 1/8، ولكن تعريفها هي 1/16. فالبراكتيكال هي ايش؟ 1/8، وضروري تركز انك تجمع 1/8. فعندي الاوفر سايزد هولز. اوفر سايزد من اسمها انها حجمها اكبر، بتلاقي انه الديميتر للهولز هو عبارة عن ديميتر للبولت زائد 3/16. هاي في حالة كان ديميتر البولت اقل او تساوي 7/8 انش. اما ديميتر للهولز ممكن يكون ديميتر للبولت زائد 5/16 اذا كان ديميتر للبولت اكبر او يساوي 1/8 انش. ممكن يكون ديميتر الهولز يساوي 1/4 إذا عندي ديميتر البولت يساوي 1 إنش.
فهي بالنهاية يعني اكتبهم، يعني هاي هي خصائصهم، يعني بتقدر تكتبهم عشان إذا مش عارف تحفظهم يعني تكتبهم على ورقة عشان تستعملهم بالحل يعني. طيب في عندي السلوتيد هول. السلوتيد هول هي عبارة عن مبين من اسمها سلوتيد هول، تحسها زي كأنها بتأخذ مسار، تكون بشكل بيضوي، تكون زي هيك السلوتيد هولز، فبتكون إليبسايدال هولز. هسا عادة الشورت سلوتيد هولز إلها القطر اللي بيلزمني ديميتر للبار، لازم يكون ديميتر البار زائد 1/16، يعني هذا ستاندرد سايز، مضروب في ديميتر البولت زائد ربع، بيكون ايش ديميتر البولت، يعني هذا بيكون قانونها هي ايش، بتكون هاي اقل من 7/8. هاي هي الشورت سلوتيد هول. هسا طبعا ممكن تكون 1 × 1/16 ضرب 1 × 5/16، كان ديميتر ديميتر للبولت بساوي 1، وبكون تكون ديميتر للبولت هي نفس الأولى، بس إيش بتكون هاي 3/8 إذا كان ديميتر للبولت أكبر أو تساوي 1/8. هاي بتكون للشورت سلوتيد هولز اللي هي الأبعاد هاي وهاي بما معناه. طيب هسا اللونج سلوتيد هولز، اللونج سلوتيد بتكون ديميتر للبولت زائد 1/16 مضروبة في 2.5 ديميتر البولت، تكون مضروبة في 2.5 ديميتر البولت. هاي هي الأبعاد، هاي هي الأبعاد باللونج سلوتيد هولز والشورت سلوتيد هولز. وزي ما قلنا اللونج سلوتيد هولز تكون زي هيك، هذا الرقم هو 2.5 ديميتر بولت، وهذا هو إيش ديميتر بولت زائد 1/16. أما الشورت تكون عبارة عن زي هيك مثلا صغير شوي، بيكون الارتفاع هذا هو ديميتر البولت زائد 1/16، والرقم الثاني حسب الشروط هذول، يعني إما تكون ربع أو 5/16 أو 3/8. فهي هي إيش خصائصها. هسا بدنا نحكي عن السترينث للبولت، سترينث البولتز أوف بولتز. هسا بدنا نتعلم إنه إحنا البولتز في له قوة تنشن، قوة تي بولتز. قوة التي بولت عادة بحكي لي إنها عبارة عن 0.7 FU في area S، حيث الاريا S إلها قانون اللي هي الستيل اريا للبولت. الاريا S هي عبارة عن 0.7854 في D ناقص 0.9743 على N الكل تربيع. طيب شو المسميات هاي؟ يعني شو الاي اس اللي هي الاريا للبولت، الدي هي الميجر ديميتر، ميجر ديميتر، والان هي الثريدز بير انش. كيف يعني شو هذا الاشي؟ بقول لك لازم تركز، احنا لو كان عندي كونكشن معين بيكون بالشكل هذا، هذا كونكشن. هسه بكون عندي انا بولت، هذا راس البولت لو كان نورمال سايز مثلا او هاي سترينج بغض النظر، فبكون عندي البولت قاعد بالشكل هيك، بس ممكن هذا البولت رابط بين ايش تو بليت، فبالتالي انا ممكن يكون عندي ثريدز تسنين، ثريد اللي هي ايش تسنين، هذا اللون الاسود هو ثريدز. طيب شو اللي بصير عندي؟ طبعا هذا هو الهيد اللي هو راس البرغي. هسا لو اخذ سكشن البولت كيف راح اشوفه من الجهه الثانيه؟ راح اشوفه بالشكل زي هيك مثلا، او لا عملتها بطريقه يعني مثلا زي هيك، او كذلك من تحت زي هيك مثلا. هسه بدنا نركز انه هذا هو الدي هو القطر الكامل، فهاي لها شيء اسمه اريا دي، تمام. هسا الجزء هذا هو اريا اس، يعني فانا الي اشي اللي هي هاي الاريا اس هي اللي بتخصني. عاده الاريا اس تكون تقريبا 0.8 اريا دي، اريا دي كابيتال. هسا عاده الجزء هذا يعني الاكبر شوي بسموه اريا كي، اريا كي
مش راح اركز كثير. المهم نركز انه هذا هو، هذا هو الثريدز اللي هي المسافة هي تقريبا، هي الثريدز بير انش، عدد الثريدز بير انش. انا مش راح اركز كثير بالتفاصيل هاي، ولكن نعرف شو هم، نعرف شو هم. طيب عادة التنشنال بولت، انا نسيت ارفق الجداول، يعني بلشت الكورد قبل ما ارفق الجداول، فالفيديو الجاي راح اكون راح ارفق الجداول اللي هي التي بولت، الجداول اللي راح تبني من هون لاخر التشابتر، يعني راح احطهم بصفحة لحال واحنا يعني نتبع عليهم. فهذا الفيديو راح يكون بدون اي جداول، راح نحل طبيعي او ممكن يكون مقدمة، والفيديو الجاي راح نحكي عن التي بولت اللي هي التنسايل سترينث للبولت اللي هي نفسها هاي هي هاي، بدون ما اني ما احسب السوالف هاي كلها، خلاص تكون جاهزه حسب عندي. اذا عندي بولتس اسمه اي اي اس سي جي تيبل جي 3.7، هون بكون عندي تي بولت او مش تي بولت، هو تي بولت اصلا هو الجدول، بكون هو عباره عن البولت سايز يعني قطر، واذا عندي اي 325 واذا عندي اي 490. طيب فحسب القطر عندي قيمة ستريس، قيمة ستريس فورس أو تنشن فورس. طيب هون حكينا احنا عن أنواع البولتس، حكينا عن سترينث للبولتس بشكل عام، تنسايل سترينث يعني. بدنا نحكي هسه عن لود ترانسفير، لود ترانسفير احنا كيف بنتقل الحمل، كيف بنتقل الحمل خلال الكونكشن. احنا لو احنا ندرس أول شغلة، عندنا اشي اسمه لاب جوينت، لاب جوينت، لاب جوينت بقول لك لو انا عندي بليد زي هذا الشكل وبدي اربطها ببليد ثانيه بهذا الشكل، راح احط بولت هون. طبعا عندي هون تنشن فورس وعندي هون تنشن فورس، هسه شو اللي بيصير عندي بسبب التنشن فورس؟ راح يصير عندي طاج، يعني البرغي راح تلاقيه صار هيك، والبليد هاي تلاقيها قوست لفوق، وهاي البليد زي نزلت لتحت. فهذا الفيلر بسموه لاب جوينت، لاب جوينت. هسه شو من خصائصها هاي؟ هاي من خصائصها انه انا عندي سنجل شير، سنجل شير. ثاني شغله احنا لازم يكون عندنا 2 بولت بير لاين، اهم شيء المينيمم، واللي راح يصير عندي اللاب جوينت يعني هيك البولت. فهذا لاين فرضا لاين واحد زي هيك، لازم يكون عندي برغيين بالبير لاين، اهم شيء، اهم شيء انه يكون عندي مينيمم ايش صفين من البراغي. في عندي نوع ثاني اسمه البات جوينت، البات جوينت، البات جوينت اللي هو بتكون عندي ثلاث بليتات مثلا، او هاي بليت وهاي بليت ثانيه وهنا بليتين قايلات زي هيك، واجي اربط براغي هيك بالشكل هذا. تمام، فهذا بيكون عندي، او يعني بشكل عام خلص بختصر هاي وبتصير رسمي زي هيك. هاي هي البات جوينت، هاي بتكون عبارة عن دبل شير، دبل شير. كيف يعني دبل شير؟ البرغي راح ينكسر من هون راح ينكسر من هون، يعني راح هيك ما يصير ينفصل، هذا اللي هو راح يكون الشير بالبولت. طيب في دائما اشكال بسموها دبل بلين، دبل بلين. كيف عند دبل بلين؟ بقول لك يكون عندي بليت مربوطه في دبليو سكشن، يعني هذا هو دبليو سكشن، فهذا بسموه دبل بلين سكشن. هاي بتاخذ نصف القوه، هاي بتاخذ نصف القوه، هاي بتاخذ قوه كامله. طبعا هون نفس الشيء، هاي بي، هاي بي على 2 وهاي بي على 2. طيب في نوع رابع هو الماسيو كولونيوس كونكشن، تكون عندي اكثر من شير، اكثر من شير يعني اكثر من شير فورس، يعني زي اربع بليتات يعني بهذا الشكل فرضا. فعندي ايش مثلا؟ هاي بي اثنين بتاخذ وهاي بتاخذ مثلا بي اثنين، اكثر من اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يكون خمسة بليتات فيه مثلا زي هيك. فهاي بتاخذ بي اثنين واللي فوق بتاخذ بي اثنين مثلا، هاي بتاخذ بي هكذا، وهاي بتاخذ بي مثلا، يكون عندي كمان بليت فرضا بتاخذ كمان ايش بي. فهون عندي
بكون هو الكونكشن هذا، الكونكشن هذا بكون عندي اكثر من شير، اكثر من شير. طيب هسه بدنا ندرس بالفيلر بالبولتد جوينت، يعني احنا رح ندرس شو نوع الفيلر بالبولتد جوينت. الفيلر هم اللي بهموني طبعا واللي رح اصمم عليهم، او بولتد كونكشن. انواع الفيلر، في عندي اول اشي ممكن يحدث عندي شير بالبولت، ويسهل اشي الشير بالبولت. شو بصير عندي؟ البرغة بنكسر زي ما حكينا، ممكن يكون سينجل شير وممكن يكون دابل شير. فهون احنا بدنا نجيب ال F N V مثلا، رح نجيب اشي اسمه F N V اللي هي شير فورس نومينال للبولت، هذا ستريس لانه اس F. فانا كيف ممكن اجيب الفورس، يعني كيف اجيب فاي بي ام او بي التيميت نومينال يعني للبولت بحاله الشير؟ حتكون الاريا بولت في اف ان في، راح نفصلها اكثر بس انا راح نحكي عباره كيف كان يعني ضرب عدد البراغي طبعا ضرب النمبر. طيب في نوع ثاني انه يحدث عندي تنسايل فيلر مش بالبولت طبعا، يحدث تنسايل فيلر بالكونكتد بارت، كونكتد بارت يعني ييلد رابتر وبلوك شير. ممكن ينفصل يصير عندي رابتر او فراكتر على البليت، ممكن يحدث عندي كراشينج فيلر، كراشينج فيلر بالبارس، ممكن يحدث شير فيلر بالكونكتد بارت، يعني البليت نفسها لو عندي هاي بليت وهاي بليت تنفصل، يعني هون البرغي موجود هون بس ايش تنقطع، هاي زي هيك تنقطع ينصير شير، يعني زي بلوك شير وين بالبليت، يعني ما جب يصير براغي. وفي اخر شيء عندنا التيرنج، التيرنج او براست اور براست، التيرنج او البراست. بقول لك لو عندي هذا الشكل بكون هذا بسبب انه الايدج ديستنس مش محققه. لو انا عندي البرغي هون وهاي الايدج ديستنس غير محققه، فتلاقي بصير عندي فيلر بالشكل هذا، فهذا هو التيرنج. اما اذا كان عندي زي هيك والمينيمم ايج ديستنس هاي مش محققة، فتلاقي الفيلر بصير هيك، فهذا هو التيرنج وهذا البراست. هاي انواع فيلر يعني بس عشان كونسبت. طيب هسا بدنا نحكي عن المينيمم ايج ديستنس والمينيمم سبيسنج، يعني اتوقع هون راح يكون اخر جزء بالفيديو. المينيمم ايج ديستنس عادة هي القيمة الأعلى بين قيمتين، بين قيمة اسمها E1 وقيمة اسمها E2. قيمة E1 لها تيبل جي 3.5 أو جي 3.6، ناسي والله شو هي، ولكن عادة E1 تساوي من 1.5 ل 2 ديمتر بولت، فروح على التيبل وجيبها. وفي عندي قيمة اسمها E2 واللي هي عبارة عن 2B على FU في T زائد C2، حيث البي هي الفورس بالبولت، يعني الفورس الجاي على البولت. FU توي FU للكونكتد بار يعني للبليت مثلا، والتي للبليت، بس اي بليت، هاي الاقل وهاي الاقل. وسي2 هي الايدج ديستنس انكريمنت موجوده من تيبل 3.6 او 3.5. طيب التريك هون بصير، اذا بده يصير في تريك بالايدج ديستنس والسبيسنج، لو كان عندي بارت واحد، يعني قلت لك هاي اليمنت وهاي اليمنت، لك هاي سمكتها نص هاي سمكتها نص او 3/4، وهاي اف يو الى 50 70 وهاي اف يو 70، بتقول لي مباشره راح احسب اف يو ضرب تي بتكون عباره عن 70 ضرب نص. انا قلت لك تاخذ الاقل، بس لو قلت لك كان هيك 36 بس هاي السماكة مثلا واحد وهاي 70 بس السماكة نص، هم بفرق معك. بدك تطلع اف يو في تي هون هتكون 36 واف يو في تي هون تتكون 35، فمين المينيموم؟ هاي المينيموم هي 70 في نص، فهاي اللي راح اخذها. فركز ان احنا ناخذ اف يو في تي المينيمم وليس اف يو المينيمم من هون
والتي مينيمم من هون، لا انا باخذ هي خاصيه اف يو في تي للاولى او اف يو في تي الثانيه. طيب والسي 2 حكينا هاي، بس في ملاحظه انه السي 2 تساوي صفر في الستاندرد سايز، الستاندرد سايز هولز. طيب الماكسيمم ايج ديستنس انت تكون عبارة عن 12 تي ولازم ما تتجاوز 6 انش، يعني باخذ القيمة الأقل من هذول. طبعا تي بنفس الفكرة السماكة الأقل. أما إذا كان عندي unpainted built up section يعني أنا مش عامل دهان للهاي، بتكون 8 تي أو 5 انش، باخذ القيمة الأقل، هاي معناها إشارة الأقل فيهم. طيب طبعا في تيبل جي 13 بيعطيني السوالف هاي للماكسيمم ايج ديستنس. طيب في عنا المينيمم سبيسنج، مينيمم سبيسنج ودي عبارة، في عندي القيمة الماكس نفس الشيء بين S1 و S2، حيث S1 هي عبارة عن من 2 أو 2.5 ديمتر البار، وعادة مفضل تكون 3 ديمتر البولت، البولت مش البار، بولت. أما S2 بنفس الفكرة هي 2 P في FU في T زائد نص DB زائد C2 زائد C2. طبعا C2 نفس الاشي تيبل 3.5 أو 3.4 أو 3.6 والله ما أذكر شو رقمه. طبعا قيمة C2 تساوي صفر، ممكن هاي C1 أتوقع، هاي C1 مش C2، فهاي C2 C1 تكون صفر بال ستاندرد سايز، ستاندرد سايز او بس يعني ستاندرد سايز. والماكس سبيسنج بشكل عام الماكس سبيسنج بدها تكون عبارة عن 12 تي ولا تتجاوز 6 انش، او اذا عندي unpainted تكون 14 تي لا تتجاوز 7 انش. طيب في عندنا هسه انواع البولتد كونكشن، تايب of bolted connection، انواع البولتد كونكشن. احنا حكينا انواع الجوينت، هسه في عندي الاول بيرنج تايب كونكشن، وهذا الاشي اللي راح ركز عليه كثير، واللي هو عباره بسموه عباره عن سناج تايت، سناج تايت. هسه بكل بساطه الفيلر بيكون بيرنج شير بيرنج، هي مش نوع الفيلر، انتقال فورس بنتقل بيرنج شير بيرنج. طيب فهون نركز انه البي تبعت البولت بسموه عادة تكون اكبر من نص تي نوت، والتي نوت هي البري تنشن فورس، البري تنشن فورس. فالبي بولت هاي تساوي بولت بالبي، واللي عبارة عن الفورس بي كابيتال على ان بي، واللي هي ايش؟ عدد البولت. يعني بكل بساطة افرض هاي 50 وعندي 10 براغي، 50 على 10 بتجيب قوة البرغي، يعني بدوش اختراع، يعني بدوش اختراع. فعادة الفورس بتنتقل من عنصر لعنصر بالبرغي، اول شيء بالبير بيرنج، بعدين بصير عندي شير، بعدين بصير عندي بيرنج. فاحنا ندرس البي نومينال في حالة البيرنج type connection، bearing type connection. هسا اللي بصار عندي لازم نعرف كم شغلة، هل لو احنا جينا رسمنا رسم زي هيك وهاي بليت، يعني هاي بليتين، هاي بي وهاي بي، فانا عندي زي هيك برغي. هسا هون يكون عندي ايش؟ شير بلين، شير بلين. فهون في عندي حالة، في عندي حالات ممكن يكون في تسنين threads، فعشان هيك بيكون في عندي في عندي أنواع excluded، إنه thread excluded أو not excluded، هيك بيكون رمزهم excluded أو إيش not excluded. هذا بيأثر بالف ان في، بقوة الشير تبع البولت. إحنا ندرس بينومينال، إحنا نتعلم كيف ندرس بينومينال بمثال. طيب
فبالتالي بحكي لي إلو إنه ال P N S اللي هي nominal for shear, nominal for shear تساوي N في area bolt في F N V. N اللي هي عدد البلينز, عدد البلينز يعني كم شير عندي, سنجل شير أو دبل شير, يعني واحد يا اثنين. اريا بولت باي على أربعة في ديميتر البولت تربيع. اف ان في قيمة من تيبل, قيمة من تيبل. طبعا احنا بنضرب في عدد البراغي, اخر اشي بنضرب في عدد البراغي. هاي الحالة الاولى. في عندي نومينال سترينكث ثانية تنتج بسبب البيرنج, بسبب البيرنج والتيرنج واللي هي PNP, واللي هي هون بتفرق عندي حسب, طبعا هي قانونها الأصلي هي LC في T في FNB, ولكن بتتفصل أكثر عندي, لا LC في T في 1.2 FU وقيمة الأقل بين الثنتين هذول T بولت في T في FU. طبعا T و FU حكينا عنها حسب اللي عندي أكثر, أكثر من حديد أكثر من بليت بحسب لكل واحدة لحال. طيب هذا مين للبيرنج, هاي بس هاي لها حالة خاصة. هاي الحالة بتكون عادة limit state of serviceability, of serviceability يعني هون أنا ماخذ بعين الاعتبار الديفليكشن, الديفليكشن أو مش ماخذ الديفليكشن بعين الاعتبار, بكون الديفليكشن أقل أو تساوي ربع, أقل أو تساوي ربع. بس إذا بدي أخذ بعين الاعتبار بتصير الديفليكشن, ما بدي أخذ بعين الاعتبار وهو صراحة مش متأكد من العكس ولا لا, بس في عندي أنا حالة ثانية limit state of strength في حالة ال RFD بفرق عندي بس الثوابت, يعني بتكون PNB تساوي LC في T في 1.5 FU وهي الثانية 3 DB في T في FU, فهي مش فرق, يعني فرق 3.5 بدل 1.2 و2.4. بس شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي في عندي قيمة اسمها LC. LC هي قيمة الأقل بين ثنتين واللي هي LC1 و LC2. طبعا LC1 هي عبارة عن الـ E ناقص ديميتر الهولز على 2, هون تكون الـ S ناقص ديميتر الهولز, يعني لو رسمت لك رسمي بهذا الشكل, هذا برغي وهذا برغي, هاي المسافة S2 وهاي المسافة S1 اللي هي الـ Clear Distance. طبعا ممكن تكون زي هيك لهم السؤال. طيب فهاي عندي في حالة الأوفرس ال شو اسمها هاي الستاندرد سايز والبيرنج والهاي. هسا عادة باللونج سلوتيد سويل, مش سويل هولز, بتكون البي ان بي تساوي LC في T في FU أو مبينة 2 DB في T في FU. هسا بس طيب لو جيت سألتك سؤال, لو جيت قلت لك oversize شو أسوي؟ يقول لك الoversize ما عندي بيرنج, بيرنج مش موجود, فممنوع يكون عندي سؤال في oversize oversize holes بكل بيرنج connection, ما عندي فهذا الشيء غير موجود. طيب فبالتالي بالأخير بينومينال بير بولت, إذا بديها بير بولت مثلا يعني ما بدي أضرب عدد البراغي, بتكون هي القيمة الأقل بين الـ PNS للشير والبيرنج. طيب طبعا بقول إذا عندي أنا not excluded اللي بيختلف عندي إنه FNV بتصير 0.8 FNV, وبالنهاية أنا عندي تيبل, في عندي تيبل G 3.2, هذا التيبل مسؤول عن إذا عندي excluded not excluded, إذا عندي A325 A490 A307 بيعطيني قيمة النومينال سترينث للشير في حالة البيرنج تايب كونكشن, في حالة البيرنج تايب كونكشن. طيب الفكرة الأخيرة أو الحالة الثانية من قبل ما نفوت بالإكزامبل, في عندي الفريكشن تايب, فريكشن تايب واللي هو عادة بسموه سليب كريتيكال,
سليب كريتيكال، صار زي انزلاق. فهون بتكون البيلر بولت اقل من نص تي نوت، اقل من نص تي نوت للبري تنشن فورس. بس اللي بيختلف عندي راح نشتغل طبيعي مثل البيرنج، يعني لازم تحسب البيرنج حتى لو ما عندي بيرنج. يعني لو قال لي فريكشن بشتغل بيرنج، وباخذ كمان إشي اسمه بي ان اف، يعني فريكشن، واللي هي 1.13 ميو في تي بولت في ان اس. هذا كوفيشنت راح ارجع احط قيم جداوله، والتي بولت حكينا عنه اللي هو تيبل جي 37 راح يكون او تيبل 1، وان اس اللي هي عدد البلينز، نمبر اوف سليب بلينز، اللي هي نفس هذيك. فنركز انه راح يصير عندي قانون زياده، بس في عندي فاي، فاي بتختلف عندي حسب اذا عندي ستاندرد هول او عندي اوفر سايز، عندي لونج سلوتد بيربندكولار، لونج سلوتد بيربندكولار والى اخره. طيب ان شاء الله هون راح اخذنا مقدمه، الفيديو الجاي راح نحكي عن جداول والاكزامبل. بس بكل بساطه انا في عندي بولتد سبجكتد تو ذا دايركت شير، يعني عندي بس دايركت شير، راح يكون عندي دايركت شير وتنشن، وراح يكون عندي دايركت شير ومومنت مثلا او تنشن ومومنت. فراح يصير عندنا يعني انواع للبولتد كونكشن. فان شاء الله حد هون الامور طيبه ويعطيكم العافيه.